فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على تليفونات بني سويف بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد الشامي، وذلك خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح في إطار برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز. لعب الفريق في الشوط الأول بتشكيل مكون من عمر رضوان في حراسة المرمى، وحسن ياسين وباهي حمادي ومحمد نصر ومحمد في خط الدفاع، ومحمد مخلوف وأحمد مصطفى ومحمد عادل وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط وديجو فرناندو في خط الهجوم. وفي الشوط الثاني شارك الدرويش بتشكيل جديد، وهم محمد فوزي في حراسة المرمى وعمر الحلواني ومحمد هاشم وعماد حمدي وعصام صبحي في خط الدفاع، ومدحت فقوسة وعمر الوحش ومحمد بن خماسة وأحمد مدبولي ومحمد عبد السميع في خط الوسط ومحمد الشامي في خط الهجوم. وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم على خوض هذه المباراة بتشكيل مختلف في كل شوط من أجل منح حساسية المشاركة والاطمئنان على جاهزية عناصر الفريق. كما قام الجهاز الفني بتجريب مجموعة من الخطط الفنية للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لها قبل عودة الدوري العام. والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة إيسنر كامباني يوم 18 إبريل الجاري على ملعب بيتروس بورت بالقاهرة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية.